بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. اي ازاله بتتم عشان المنفعه العامه زي اللي انتوا شايفينها كده ما بتكونش على حساب الناس. اي حاجه هنشيلها او اي ساكن موجود في بيت بيتم ازالته بيروح في مكان تاني محترم ليه حد ملكيه بنعوضه. الكلام ده كلام ثوابت احنا بنعملها. هو ده الحال، نصلحه ولا نسيبه؟ أنا دايما أقول لكم إيه، براهن على الناس، على المصريين. طب هنا بقى أنا بقول لكم، طب أنا بشكر المصريين. لو سمحتم خلصوا اشتراطات البناء واعلنوها على الناس. وعينا هو دلوقتي السلاح الماضي ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية.